بسم الله الرحمن الرحيم. من ضمن أنواع أرضيات الرخام اللي أوقات بنستخدمها في التنفيذ وبنبقى عايزين نظهرها للعميل على برنامج الماكس هي أرضيات الووتر جيت، زي الصور اللي قدامنا دي بالظبط. طيب إزاي إحنا هنقدر نعمل خامة من الرخام بالشكل ده احترافي ده على برنامج الماكس؟ ناس كتير بتلاقي صعوبة في عمل الخامة دي، وبيستخدموا طرق معقدة وصعبة وما بتطلعش معاهم مظبوطة، وبيطلع الشكل مش احترافي قوي. وفي ناس ممكن تستخدم صورة من على النت، زي مثلا صورة زي دي، بس بتبقى حاكمة نفسها بشكل معين ممكن ما يعجبش العميل، ويحب ان انت مثلا تغير جزء معين فيه او حاجة، ونبقى مش عارفين ازاي نغير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا لو دخلت على الماكس كده، انا عايز اعمل الارضيه اللي قدامي مثلا في الاوضه دي، عايز اعملها بالرخام الووتر جيت زي اللي انا شفته مثلا هنا. لو انا مثلا عندي صوره زي دي كده، صوره زي دي، هاخدها استخدمها كبيت ماب واحطها على الارضيه واستخدم اليو في دبليو ماب، وما فيش اي مشكلة خالص، وهتظهر معايا كويسة وحالي الريفليكشن بتاعها وكل حاجة. بس فلنفرض ان العميل مش عاجبه الشكل ده، عايز يغير فيه شوية، عايز يضيف حاجة مختلفة. طب هل احنا الحاجة اللي العميل عايزها دي احنا لما هندور عليها في النت زي ما دورنا مثلا على صورة زي دي كده متوقع ان احنا نلاقيها؟ طبعا مش هيحصل. فاحنا لازم ان احنا نشتغلها بنفسنا. طب احنا هنشتغلها بنفسنا ازاي؟ اول حاجة هنعمل مع بعض الصورة دي بالطريقة العادية، وبعدين هنعرف ازاي نعمل الارضية دي بنفسنا بشكل احترافي. هنيجي على برنامج الماكس، هنختار V-Ray Material عادي خالص، تمام، ونحط في الديفيوز جنرال بيت ماب، واختار الصورة ده كده. الصورة ظهرت معي لحد دلوقتي مفيش اي مشكلة خالص. هندخل على الاعدادات بتاعتها، نعلي الريفليكشن، تمام، بالطريقة دي. ممكن نعليه اكتر من خلال فرينر اي او ار، نكتب مثلا هنا 3.5. هنلاحظ انها لمعت بزيادة، هنيجي بقى هنا ناخدها على الارضية بتاعتنا. طبعا ما ظهرتش لان انا مش حاطين يو في دبليو ماب. نقول له يو في دبليو، تمام، هنلاقيها نزلت بمنتهى السلاسه وعاديه خالص وجميله وزي الفل، تمام. طيب انا دلوقتي لما جيت فرجت ده للعميل قال لي لا انا مش عاجبني ان انا استخدم 3 درجات رخام او 4 درجات من الوان الرخام، ومش عاجبني الشكل ده، انا مثلا عايز. طيب دي بقى مش من المفترض ان انا هلاقي صورة جاهزة على النت زي الصورة اللي انا عملتها دلوقتي علشان احطها للعميل في الشغل بتاعه، فلازم انا اعملها بايدي، انا اشتغل ده بايدي. انا هعملها ازاي؟ هنعملها بطريقة سهلة جدا هنعرفها حالا. احنا هنعمل اندو ولا كأننا عملنا اي حاجة خالص، هنمسح الماتيريال اللي احنا عملناها دي، ونبدأ بقى من الأول. إيه بقى اللي إحنا هنعمله؟ أولاً أنا هاخد دي كده أيزوليت الأرضية دي، تمام؟ أولاً أول شرط شغلنا إن الأرضية اللي أنا هشتغل عليها تكون شيت ورقة، يعني بلان، وحوله لإديتابل بولي زي ما أنتوا شايفين كده أهي. ده أول شرط، ما يكونش ليها سمك نهائي.
طيب هنعمل ايه تاني؟ هندخل من قائمة موديفاير على حاجة اسمها unwrap UVW. unwrap UVW مش هنعمل اي حاجة في البارامتر بتاعته غير ان احنا نضغط على open UV editor. هنلاحظ ايه بقى؟ اولا المفروض الارضية اللي انا مختاراها دي، المساحة دي بالكامل هي تظهر جوه المربع اللي فيه مربعات ابيض واسود قدامكم ده، اللي هي باللون الاحمر، هي دي المساحة بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. بس من الملاحظ هنا ان انا الارضية بتاعتي مستطيلة، انما هنا ظهرت مربعة. طيب هنعمل ايه؟ بنضغط على قائمة اسمها مابينج ونضغط unfold mapping ونقول له اوكي. بس كده هنلاقي الصورة اتظبطت والأرضية بتاعتنا بقت بنفس الشكل بتاعها، تمام؟ طيب ايه اللي هنعمله تاني؟ خطوة تانية وبس، حاجة بسيطة جدا. هنضغط على قائمة tools ونقول له render UVW template ونعلي الريزوليوشن بتاعتها شوية، ممكن نخليها 2000 مثلا، ونقول له render UV template. هو فين الريندر؟ ما هو ده، هو الخط الاخضر ده الريندر، هي دي الحدود بتاعه الارضيه بتاعتي، تمام. هنعمل سيف وهسيفها اكستنشن جي بي جي مثلا ونسميها ماربل مثلا واقول له اوكي. طيب دي بقى انا هعمل بيها ايه؟ اولا انا هحط في ده خالص كده، دي كده مهمته انتهت. هنعمل ايه بقى بالصوره اللي احنا سيبناها دي؟ هندخل بيها على الفوتوشوب دي الصورة قدامنا، دي حدود الأرضية بتاعتنا. طيب هنختار مثلا دي الأرضية الفاتحة بتاعتي وهعمل معاها الشكل ده، وهنعمل معاها الجزء الداخلي ده، تمام. أول حاجة هنعملها ان احنا هنعمل الارضية بتاعت الرخام الاول، الارضية العادية الاول. انا هاخد مثلا الصورة دي، تمام، اعمل لها دراج الفوتوشوب وهعمل دراج للصورة واسحبها للفايل بتاعي بالطريقة دي، وأحطها على الحدود بتاعتي، وممكن أكبرها شوية كنترول تي وأضغط شيفت مع ألت وأكبر بالطريقة دي وأدوس إنتر. تمام، نصغرها سنة بس. واخدها بشيفت وألت واسحب، خد منها نسخة وممكن ألفها بحيث ان انا اضغط على شيفت والفها بالطريقة دي بحيث ان انا ممكن اظبط شكل الرخامة مع بعضها. نلف لفة كمان زي كده مثلا، كده شكلها أحلى، تمام. وممكن
ناخد الاثنين التو لايرز دول مع بعض ونعمل لهم ميرج لير. بالطريقة دي ناقص ايه بقى؟ هاخدها بشيفت والت كوبي زي ما احنا شايفين، كمان نعمل برضو ميرج، بحيث ان انا ممكن ايه اكبرها كده شوية وكده شوية. يبقى انا كده خلصت الارضية بتاعتي. فاضل ايه بقى؟ هبدأ بايه؟ الفريم ده هو ده انا هشتغل بيه، وبعدين هنسحبه للأرضية بتاعتنا بالطريقة دي. طبعا هو كبير، هنضغط كنترول تي وادوس على شيفت والت وصغره شوية. تاني هو كده ممكن يكون مقاسه مظبوط، وناخده بشيفت والت كوبي تمام. وبعدين نختارهم كلهم ونحاول ان احنا نظبط المسافة دي مع المسافة دي. هنعمل ما بينهم لينك وناخده كوبي كده تمام. بعدين نلغي اللينك تاني. هنيجي بقى على ده، واضغط كنترول تي وادوس على شيفت واعمل له روتيت. ونحطه هنا عند الكورنر. لكن طبعا الكورنر مش المفروض ان هو يكون بالشكل ده، فانا هضغط على لاسو ونحدد هنا نقطة وهنا نقطة، ومع الشيفت عشان يعمل لي خط مستقيم احدد هنا نقطة وهنا نقطة، واضغط ديليت هلاقيه مسح لي الجزء الزيادة. وبعدين عشان الغي التحديد نضغط كنترول دي، هاخد الجزء ده هناخده بقى كوبي نعمل لينك شيفت والت واسحب تمام. لكن طبعا هو محتاج ان هو اتجاهه يتعكس، فانا هضغط على edit transform flip horizontal بالطريقة دي واظبط المكان بتاعه. تمام. الجزء ده انا مش عايزاه فاحنا هنمسحه.
طبعا لازم نكون مفعلين السناب عشان اقدر ان انا اقوم عمليه المسح كنترول دي. كده انا خلصت الكورنر ده والكورنر ده، فاضل التو كورنرز اللي تحت. ممكن ان انا اخد الجزء ده مع ده كوبي للناحيه التانية واعمل له فليب فيرتيكال. فانا دلوقتي هختار الجزء بتاعنا كله، تمام كده نتأكد. فاضل الجزء ده، نعمل ما بينهم لينك. فاضل ده، كده انا مسكته بالكامل زي ما احنا شايفين. هناخده بقى كوبي بالشكل ده وادخل على قائمة edit واقول له transform وflip vertical واخده اسحبه لحد ما يظبط معايا الشكل. بالطريقة دي تقريبا كده الشكل كده تمام ومظبوط. طيب ايه اللي فاضل؟ اللي فاضل عندي ان انا هدخل على الجزء ده وعن طريق الأداة دي ان انا امسح الحتت الزيادة، تمام، كنترول دي الغي التحديد. واضح ان في هنا لير تانية اللي فوقها بالظبط، تمام كده. وبرضو من خلال الأداة بتاعتي اضغط على حرف M ده الاختصار بتاعها واقول ديليت، هدخل على اللير بتاعتها واضغط حرف M ده الاختصار بتاع الأداة بتاعتي. تمام كده كنترول دي، وادخل برضو على اللير التانية حرف ام واقول لها برضو ديليت وكنترول دي الغي التحديد. وما ننساش ان احنا لو ملاحظين ان انا كان بيظهر لي هنا خط لونه بامبي شوية، الخط ده تبع السناب، وانا بعمل الشغل ده كله لازم اكون مفعلة السناب من قائمة فيو. انا كده يعتبر الفريم بتاعي جاهز، فاضل بس ان انا اظبط مكانه، انا عايز يتوسطن شوية. اختار كل اللايرز، كده انا مختاره اللي هي كلها. اعمل ما بينهم لينك واضغط على V عشان اجيب علامة الموف واحاول ان انا اوسطن الشكل بتاعي. ممكن اطفي السناب عشان ما ايه، اطفي السناب دلوقتي ان انا احرك براحتي. الحتت اللي ظهرت زيادة دي هنمسحها، بيتهيألي كده المسافات مظبوطة.
طيب نلغي اللينك وادخل على الجزء ده وبرضو امسحه، نفس الكلام في الجزء ده. نفس الكلام في الجزء ده برضو هنمسح. في عندي هنا كمان تمام. ايه اللي ناقصني دلوقتي؟ ناقص انا عايز اعمل شكل زي اللي في النص ده. تمام، برضو هنسحب الصورة للفوتوشوب. اول حاجة هعملها هحولها للليار عادية، وبعدين من اداة سيلكت اختار الاشكال اللي حواليها واعمل ديليت. ممكن نستخدم الأداة دي. تمام كده. بس هي كده اصبحت عندي الجزء اللي في النص لوحده. ممكن اخده واسحبه الارضية بتاعتي بالطريقة دي. لكن في هنا اجزاء محتاجين ان احنا نمسحها، الجزء ده مثلا وده. طبعا واحنا بنعمل سيلكت نتأكد ان احنا شغالين على الجزء ده، ونتأكد من التوليرانس ان هو 33 عشان يختار بدقة شوية. اقول له كنترول دي. كده خلاص بقت مظبوطة. نديها بقى كنترول تي. هعمل ليها بقى كنترول تي اغير مقاسها، شيفت والت واسحب، خلي مثلا المقاس بتاعها مناسب بالطريقة دي كده زي ما احنا شايفين. طبعا غلط ان انا احرك الجزء اللي تحت ده. كده المقاس بتاعها تقريبا مناسب. الخطوة الجاية ايه بقى؟ ان انا هعمل سيف للصورة. نقول له سيف از. نسميها مثلا ماربل ووتر جيت. واقول له سيف
اقول له اوكي. هرجع بقى للماكس تاني، وهفتح الماتيريال واختار في ري ماتيريال، وادخل على الديفيوز واقول له جنرال وبيت ماب، واختار الصوره بتاعتي اللي انا سيفتها، اهي طبعا الصورة زي ما احنا ملاحظين، عشان برضو نفتحها. الجزء الاسود ده هو الجزء اللي كان فاضي في الانراب يو في دبليو، هنسيبه زي ما هو، ما بنعملش كروب ولا بنيجي جنبه خالص. تمام، هنختار الصورة ندخلها على الماتيريال. هندخل على الاعدادات، نعلي الريفليكشن شوية، تمام كده، وندخل على الفرين الاي او ار نخليه 3.5 زي ما احنا شايفين. ونعمل assign material، هنلاقيها نزلت مظبوطة على الأرضية زي ما احنا شايفين بالظبط كده. تمام، بكل بساطة وبكل سهولة، هي مش محتاجة أي حاجة خالص. نعمل بقى unhide all، وممكن نعمل ريندر. انا كنت مجهزه كاميرا، كده الريندر بتاعي خلص، وزي ما احنا شايفين الأرضية مظبوطة والشكل بتاعها مظبوط، ومفيش أي تعقيدات خالص في الطريقة، وطريقة سهلة وطريقة بسيطة.